نوع من انواع النضال وصوت اي مراه تونسيه وصوت اي مش حتى مراه حتى رجال، فما رجال يدافعوا على المراه اكثر حتى من المراه نفسها، يعني كلهم اصواتهم قادره تغير قادره تضيف. سمعتوا يا نسي تونس صغير ولاد احمد شاعر نسي تونس الله يرحمه، شنو احكي عليكم؟ كيفاش وصفكم وكيفاش تغنى بيكم؟ وين اليوم حبيت نزيدكم، حبيت نقول لكم يا نسي تونس راكم ماكمش شطار الدنيا، راكم انتوما الدنيا بكلها، ولا نزيدكم ونقول لكم راكم انتوما بالدنيا. شو محلاها كي نحكيو على المراه، شو محلاها كي نوصفوها وكي نتغنوا بها وكي يكتبوا عليها الشعراء. أما كي نجيو نحكيو على حقوقها تتعالى بعض الأصوات ضدها. تعرفوش علاش يا نسي تونس؟ خاطرهم يحبوها سباقة وجرية وما تاكلش الشعير، وقت حقوقها تولي بالنسبة ليهم ناقص عقل ودين. هذاك علاش أنا معكم اليوم، أنا كطفلة تونسية نرى في المرأة ديما القدام، نرى في روحي نشارك في الراجل في جميع المجالات، نقرأ أنا وياه ونتخرج أنا وياه ونخدم أنا وياه، فمن الطبيعي أن نطرح الآن مسألة المساواة في الميراث. مسألة المساواة في الميراث التي أودت في البداية أن أطرحها من الجانب القانوني، أين نص الدستور التونسي في فصله 21 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. هذا ما يتعارض مع نظام المنابات في صيغته الحالية والذي نلاحظ وجود تمييز فيه على أساس الجنس. وكان تابعوا معايا وين تكون درجة القرابة متساوية يكون النصيب الأكبر للذكر. نظام المنابات هذا لا يتنافى فقط مع ما جاء به الدستور التونسي من إقرار لمبدأ المساواة، بل يتنافى أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كاتفاقية سيداو لضمان حقوق المرأة وقانون مناهضة كل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في أوت 2017. التمييز في المواريث غير مقبول باعتبار أننا في دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. نحن لسنا تحت لواء دولة دينية بل في إطار دولة مدنية تحتكم إلى المدونات الحقوقية والكونية والوضعية عموما لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ما بين مواطنيها. ولا ننسى إقرار الفصل السادس في الدستور التونسي بحرية المعتقد، وبالتالي فالدستور التونسي لجميع التونسيين باختلاف مقدساتهم بقدسية نص أو نص آخر أو انعدام المقدس أصلا. وباش نرجع شوية نحكي لكم على قانون مناهضة العنف اللي صادق عليه مجلس نواب الشعب اللي شمل العنف الاقتصادي، والتمييز في المواريث يعتبر أحد مظاهر هذا العنف. وباش ما يغلطوكمش راهو فما مقترح في مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة نص على أنه للمورث الحق في اختيار نظام الإرث الذي يود اتباعه سواء كان نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الميراث. نمر توا باش نحكي لكم من الجانب الديني، وما نلقاش خير من آية في القرآن الكريم باش نبدأ لكم بها هذا الجانب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أن ديننا الحنيف أيضا جاء بمقصد المساواة على أن يتم تكريس ذلك بمرور الزمن. كنت دوما ضد فكرة انتقاء آيات دون غيرها، فإذا كانت أحكام القرآن كلية وصريحة وغير قابلة للاجتهاد، لماذا يتم التشبث بآية للذكر مثل حظ الأنثيين وإسقاط آية أخرى تنص على حكم الربا والعبيد وقطع يد السارق؟ فهل من الطبيعي أن نفتح باب الاجتهاد إلى آيات دون غيرها؟ وباش نرجع هنا نحكي لكم على مسألة الاجتهاد التي لا تعتبر من المسائل الحديثة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في آية في القرآن الكريم وهي آية تنص على إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وهنا نفتح قوس صغير باش نعرف لكم المؤلفة قلوبهم هم من دخلوا الإسلام بدون أن يرسخ الإيمان لا في قلوبهم ولا في عقولهم، بل دخلوه نظرا لمكانتهم الاجتهاد
اجتماعية كابن حرب أما فرأى عمر بن الخطاب في تلك الفترة أن الإسلام اشتد فلم يعد هناك داعي لإعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. في القرآن الكريم لو ركزنا لوجدنا تكرار عبارة أفلا يعقلون 13 مرة تقريبا. أوليست هذه دعوة إلى أعمال العقل؟ أليس من الطبيعي بعد 1500 سنة من ظهور الإسلام أن نجتهد في تشديد أحكامه خاصة المتعلقة بالنساء باعتبار أنها مرتهنة بظروف اجتماعية وتاريخية مختلفة عما نعيشه نحن الآن؟ فآية للذكر مثل حظ الأنثيين نزلت في الوقت الذي كان فيه الرجل هو من يتحمل الأعباء المالية كالنفقة والمهر وهو المحيل الوحيد للعائلة. لكن الآن بتغير الظروف وين ولات المرأة تخدم وين ولات المرأة هي اللي تخدم ساعات على صغارها وتخدم حتى على رجلها تلقاه هو في القهوة ومرته هي اللي تخدم عليه. فمن الطبيعي أن نطرح مسألة المساواة في الميراث ولا ننسى أن هناك من يجبر زوجاته وبناته على العمل في أبشع الظروف والحالات لم تعد قليلة بل أصبحت كثيرة. تبقى المساواة حق كوني ومبدأ إنساني تتطلبه الكرامة الحقيقية التي تمكننا من بناء مجتمع على نفس الدرجة من الوعي. رحم الله الطاهر الحداد رائد الإصلاح التونسي والزعيم لحبيب بورقيبة محرر المرأة التونسية، خاصة أنه أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر أكبر إنجاز عرفته تونس البشر، تونس الإنسان وتونس المرأة. وتحية لرجال تونس الكل اللي واقفين مع المرأة في المعركة هذه ضد الرجعية. وباش نختم حبيت نحكي لكم حكاية. في الآونة الأخيرة فما حملة أطلقوها على الفيسبوك، هي حملة إذا تحبها، إذا تحبها قول لها إجا نمشوا للبحر، إذا تحبها قول لها إجا نسهروا مع بعضنا، إذا تحبها قول لها إجا نعزف مع بعضنا، إذا تحبها قول لها إجا نخرج مع بعضنا. وين اليوم حبيت نزيدهم حاجة أخرى ونضيف لهم، إذا تحبها قول لها إجا نقسموا مع بعضنا، ومش نقسموا أكهو أما نقسموا قد قد.